كيف أخبرنا؟ أخبرني. أيش؟ هذا مركة. قدر وصقر العلا اللي دل هذا محل ودل وين؟ أي إيه هاجي سنة ما كفك هذا؟ ريال اللي كاشو تاري نكلي يقص لسيوة. هل كان نين أشوت يقص لسيوة؟ والله صح حتى كلا تعلين الكوليستي. ين عاف ما تقبل. ين نكست وحور هو ورا سنية. نك ما يتكلم كفر ده وكفر يستوي وين كنا حسيا وما كنا حسيا هذا كور نوح على كير سيد علي محكمة دي كورنا هاي ما أتشي دين سيد علي مرفوق قبل الدلاء الباب كهر فدي الباب رناي أمريكي بدر محكمة ما كان قصد السينية سؤال هذا لما قطب أو مهمة أنا ديها هي قطب وقطب كشركة أو كبعي أحمد محمد إسلام يا هذا الكي قدم بي ويري أنا كنت الاستعجية قطبنا وقطب فرحنا دكدي هبيو أو مانتي بقول كيبا تضباطن يشان لعك تهدي لها يشان لعتن كان يكسو حراري سو معلم جدود اسمه هدي نمبا معلم جدود يكسو حراري سو أنت كان مشان لعتن بارسنتيج وير تادي قف حتى بينكر إل ما ده ريال مانتو كلو عطسي معارض إيه محافظ بأرجع حيل كنت ده يجور وريج أيام تان هاي علنينا وحيل كنت ده صار نقضي وصلنا على يوتيوب فيسبوك من على يوتيوب توك تشير واحد عرقتين أجح على ضر المرة سود وهذا ده قال كي حقاس يقل جذودنا وايدين دمية وربحنا صباحك جاية قطب خو حنكور مريا إن أحمد محمد إسلام يشركي مدشة وتشجع قرن هرت أحمد محمد إسلام قارن قاتي قفنا لقى قرن مايو قارن كو قاتنا وحيري أنا أتشي ده إيران بدحوينا نقرية قف يقعد يدور شدة ماركتي ده كله غير هذا هنا يجلي مايو هذا يا شيء ده نحن كي يحل ما ندي إيسو حلو شرير أنا وطا لعك أي إيسو سياسة إمارات كا يأدون كورنا أنك سوق هذا رواها يا سياسيين أنك سوق حقضي ويرى حسن شلبها أولاب تسوق قرصنا يا لكن أنا هو أجا هو سروجا سياسيين وحاتيرته أحمد محمد سلام سياسي دور 8 مليون أو تري حسن شيخ محمود شلبها أولاب كو يلا يصدق يأفر ويدافن إلهي مركان كعب صدق رنتش يا جوي صدق بلوت أيوه مقنع أحمد وحروناي صدق بلوت أيوه أحمد مقنع شر ملكه مال والبعصو جرك وعدي هاي جرك كاس عط أو داودي اللي قد داي يجهر وريج اللي يراها هرست يا جنا اللي يراها أو يمد أحمد محمد إسلام وعيرا أنا مدحورين نقوم كرنا قفنا وتشوتشين ماي لفت جرام واسكود عيرا لي أحمد ويرى أحمد وكهر وريج هذاك انتين كبدن سومالي مهور تاجنان كرتيد ويريا اللي يسوي عنا سكود عوريها هني واقف لقادون قرقر واسكود عنا لي حاسس شيء ما والله الله يرو كده ارتالي انه هرفرست نكالي الرئيس الوزاري واسكود عن مركي دمنا لا يبقى إيمان كرويري يا يقهر تاجنان لو فكره قفنا كامل تاجنا لي go ahead ماشى مقدش عليه هو free أحمد محمد إسلام ساس وكنت جاي قان كان عندنا لقى قرن معي ما دش هو تشي قرن حق قانه ويال شريك كتيران عاون شريت سوقت كان برين شريت سوقت كان قرالنا صوص عريان حسن الشيخ محمود نجوان عط وقاطي ما مر جبلنا إنه توجينا يوم لين مايا برين صوب حياة شيس كاس مل إيجا قرطة وقذبك ما دش يبغى تش يقرن قذبك هبيو هبيو دكدة دي كان عصتو لبا ما لبا شركات يو مدحويني دولة إن ما مر جبلات كجل مدوك يو وسيرك الرماد دبده يمام نوكي وترتبي يم يعني ما رت الجل مذوق أردن يسياسيين تي الجل مذوق وحبك كم مقنين ما أنت كل مسا هذا أسود وين يا سياسيين تي هوس إسك أركيسي هذا ما أنت إسكو كراس فريستين أو سو ناكسن أو شرف له ولا اللي ما إسكو تحقليين أنا في الحالة إيه تاي سياسة ضد قال ماهن لكن واقيانه نور ببقيانة دي سها عياره لكن إن أفكار اللي إسكو تورو سيد نوع عليه أفكار اللي إسكو تورو سياسة ضد وكم ممنوع شفك على ربان نك أقول عبت أدوك هنا كوك هذا تو وهذا قصة شو نك عاود دلي سوى على ربان أو قصة شو وشفك كوك هذا تال ربان سياسة ده رجال بيت واستعمالنا إلى كم تا وشود وين يا ما أنتي أنتي ما شاس كده عاد فرحد وين يقلني سير تكده قال هذا هوبيو أفرتن يا شمبري كبعدي لسمي وقت كا يقلني سير قلب كيديو من ولا جيني يا أفرتن يا شمبري كبعدي شاني الله بعتك لمن وحيكوسوا حروني ساعة أفرش أفرتيش أنت أسبري كيركوسوا حروني ساعة ده كده مجال هذا هوبيو
ee galmudug waxaa loo furay qof kasta oo Soomaaliyeed oo sheer ku darsanaya loo fura. Rais Casayr tu Rais Kambooni aad ku darsan kartaa sheer. Maanta waxa adiga ku yeelataa ku leedahay hobyo. Ma aha wax Soomaali oo dhan ka xiran. Saasa loola socdo wax qoys leeyahay ma aha. Nin kasta wax ku leedahay ka daas. Hambalyo. Fursadaas iyo chaariskaas sidii maxaa Xuseen Roble uu ku adkeeyay ragga madaxda oo meesha fadhiyo hortooda aan ku adkeenaya Ahmed Abdi Kari ayuu sharafkaas iyo fursadaas iyo quruxdaas u soo hoyatay oo maanta qalinkiisii shaqeynaya madaxweynaha Galmudug oo maanta kursiga madaxweynaha Galmudug ku fadhiya Ahmed Abdi Kari waxaan leeyahay hambalyo si gooriya waxaan kaloo hambalyo leeyahay raggii tartamay oo ma hoggaamiyasha ah oo meeshaas fadhiyay sida ninkale Mahad Salaad sida Liban Xasan Liban Shuluq sida ragga kale oo tartamayo iswada qarinayo kulligood wada dhakan hambalyaan leeyahay si sharaftaro maanta isugu timaadeen aniga xil guntada macaluul xumi nin xunna maahay laakiin waxa weeye marba jinniy intay ugu kacaana qofka raba dafa calooshana waxba ugu ma hayo ma xumi nin xunna maahay Liban Axmed Xasan walaalkay kuba nacbi dadkare cadow kaaga ma ihi qoladii isu kaana diraysay iyo qoladii aniga adiga isu kaana dhirbaaxaysay iyo ujeedkii aniga adiga maaragtay ii sheeg maaragtay laga lahaa si gooriyaan uga wada hadli doonaa waana kuu dhaaranayaa waxa igu wallaahi oo igu billaahi oo igu talaahi saddex magac ilaahan kugu dhaartay ninka igu tuhmaysay Axmed Cabdi Kaari inuu sahal hamiin igu kaa dulmin galabtu waa kuu dhaartay adiga hoostaada weeye adiga hoostaada la iga dulminayay si preferaari adiga wada hadli doonaa Axmed Liban Axmed Liban Xasan Liban Shuluq saasaan kuleeya guuleyso haddaad tartantid guuleyso haddaad guul dareysatid nin habar gidira tahay Axmed Cabdi Kaari aan taageersanahay abaaraan la degayaa waa la go'doomayaa waa la baahanayaa cillaan la degayaa ninka raggaana mowqifkiisa inuu cadiyaa fiican Mahad Salaad oo ila dhashay oo iga xiga dhaliyo kumaana dagaalin isugumaana imaan dhiiggiisa laygama taaban karo meel lama caayi karo laguma horjeefin karo laakiin siyaasadda shaqo isku balinaysa waa kala leexsanno waxaan isku haynaanay Mahad waa siyaasad dadkuna baasha faansiyeen fiican Mahad wuu faansiye laakiin macuusliyaashu ma fahmi karaan anaa idin kala dhigayo idin faansiinay Mahad waa walaalkay ila dhashay maanta nin korkiisa taaban kara iyo nin maaragtay igu hor caayi kara midnimo ma jiro siyaasad kaliya ku kala leexana intaas weyna fahamtaan waana jeclaa waana walaalkay guuleysa Mahad Salaad oo adigana ninkale Liban uu guuleysa Axmed Cabdi Kaari halkaas aad isaaranta walaalkay hata waa ila dhalata hooyada iyo aabaha ii ka dhalay siyaasadda aniga adigu walaalaan kuna dhalinyadana walaalaan kuna waan ku garab taagnaanaya intaan noolahay waa cadeynaya anigu mowqifkayga dad ma qarsada waxii ha aniga xil guntada soo dhawaada marka dekedda magaalada Hobyo iyo Galmudug boqolkiiba lixdan ama boqolkiiba toddobaatan sideetan Axmed Cabdi Kaari wax weyn uu ka qabto hambalyaan leh dekeddaas ha la dhisto ha la isku calool furo waxa la isku hayaa la iska daayo horumarka iyo quruxda aan hadda ku soconaa reer Galmudug oo eega fiiriya kursigan waa la isku riixi karaa laakiin Galmudug yeesay naga dumin hambalyaan.